الحرب الجرثومية ضد الأرمن بقلم آرا سوفاليان، لأن الغاية تبرر الوسيلة، فلقد تم استخدام كل الوسائل التي لا تخطر في بال عتاة المجرمين للتخلص من الأرمن. سيكون بحثنا اليوم هو استخدام السلاح الجرثومي لقتل الأرمن، وهو إحدى وسائل القتل التي استخدمها الأتراك في حفل الإبادة الكبرى ضد الأرمن. ووسيلة القتل هذه لم يتطرق إليها أحد من الباحثين، لأنها لم تكن معروفة في بدايات القرن العشرين، ولم تكن أمريكا على عداء مع فيتنام بعد، ولذلك حظي الشعب الأرمني بهذه المكرمة، وكانت بالطبع على يد الأتراك والأكراد. الأتراك في التخطيط والتنفيذ، والأكراد في الخدمات التي ستتناولها المقالة بالتفصيل. أما الغاية التي تبررها الوسيلة فهي تغيير ديموغرافية الأناضول بالكامل، وهي نفس الطريقة التي طبقها الغزاة الأوروبيون عندما استعمروا قارة أمريكا، حيث لجأوا إلى إبادة أكثر من 50 مليون هندي أحمر هم سكان أمريكا الأصليين. ولقد فعل الأوروبيون نفس الشيء عند استعمار أستراليا، حيث قتلوا عدد مماثل من سكان أستراليا الأصليين لدرجة أنهم لم يتركوا منهم ولا جماعة قليلة لوضعهم في المتاحف. والمسألة التي تنبه لها جماعة اتحاد والترقي أن هناك خسائر فادحة في جهات أوروبا التركية وعلى كل الجبهات، وهي بالأحرى جبهات هزائم بدون حرب فعلية، حتى أن إسطنبول صارت مهددة وتم إخلاؤها بشكل شبه تام في جحافل من الجموع البشرية تتجه كلها نحو الشرق، وتم إخلاء السجين السياسي الرهيب عدو الاتحاد والترقي التقليدي خوفا من استغلاله وجماعته لظروف الحرب والقيام بانقلاب ضد الدولة، وهو السلطان الأحمر عبد الحميد وآل بيته، وكان قد بلغ أرزل العمر. وحدثت خسارة للأراضي وهروب جماعي من قبل أتراك أوروبا والحاميات التركية في أرض أوروبا، ونزوح جماعي باتجاه الشرق، وهؤلاء اللاجئون لهم الأولوية بأرض آبائهم وأجدادهم كما يدعون. ولا يحق للأرمن البقاء في أرض تركيا التاريخية، ولذلك فالغاية هي إسكان هؤلاء في أراضي الأرمن وبيوتهم ومزارعهم. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فكل الوسائل مشروعة، وكان لابد من إيجاد عاصمة جديدة لتركيا بعيدة عن الأراضي الأوروبية، فإسطنبول خطيرة ويزداد خطرها يوما بعد يوم، والغرب سيستعيدها في يوم من الأيام، لأنه لن ينسى أنها كانت عاصمة الكنيسة المسيحية الشرقية. إن الإخلاء خوفا على حياة المواطنين الأرمن بدأ كحجة مقنعة وبعيدة عن التجريم، فكل ما في الأمر هو إخلاء المدنيين من المناطق المتوقع أن تتحول لجبهات حرب، ولكن لم يتحدث أحد عن هذا الإخلاء الذي يتضمن إطلاق النار على أي أرمني يحاول الاقتراب من نهر أو بركة مياه آثنة ليشرب.
ولم يتحدث أحد عن هذا الإخلاء الذي بدأ بمصادرة الطعام الذي حمله الأرمن في التجمع تمهيدا للإخلاء. وبعد مسيرة أقل من يوم تم مصادرة العربات والخيول والثيران وكل ما يمكن أن يعول عليه في مساعدة هذه الأمة البائسة السائرة نحو الصحراء وعلى طريق الموت. كان الأتراك في سباق مع الزمن، فلقد ظهرت القيمة الحقيقية والفعلية للجيش العثماني المهلهل. فإن حدث اجتياح للروس من الشرق فهذا سيعطل مشروع إبادة الأرمن وطردهم من أراضيهم، وإن حدث اجتياح فرنسي أو بريطاني من الغرب فستكون له نفس النتيجة، وبالتالي فإن إنجاز الإبادة يجب أن يكون بأقصى وقت ممكن، لأنه وبعد نجاح الإبادة سيتم وضع العالم كله تحت الأمر الواقع، وستنتفي الحجة التي يتدخل فيها الغرب بشؤون السلطنة. وتعتبر المقولة التي قالها طلعت بيك للسفير الأمريكي مورغنتاو معبرة بطريقة مذهلة، حيث قال له: يا سعادة السفير، إن الحديث عن الأرمن لم يعد مجديا الآن، لأنه لم يعد هناك وجود لهم داخل حدود السلطنة. وبالتالي وخلال 6 أسابيع شهد العالم أبشع الفظائع تمارس على الأرمن وهم في طريق الإبادة. مئات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال تم إجبارهم على السير في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة مع حرمان هؤلاء من الماء والمأكل والملبس، فمات خلال حملات التهجير هذه حوالي 80-90% ممن شارك بها من غير الواصلين إلى مسالخ مرقدة والرقة وكوت العمارة، وترك الباقين في معسكرات الاعتقال في دير الزور أو في صحارى بادية الشام، لأن الأتراك اضطروا للانسحاب بعد تضييق رجال الثورة عليهم. وتفتقت مخيلة كبار القادة في الاتحاد والترقي عن استعمال الأرمن في التجارب الطبية خاصة، وأن من بين القادة ضباط أتراك يحملون شهادة الطب. ونترك للقارئ تصور نتائج هذه التجارب التي يرأسها أحفاد أرطغل من الانكشاريين والأوباش، مع الافتراض بأنها تجارب ولا شيء آخر. ففي ظروف غياب أدنى شروط النظافة الصحية الأولية انتشرت أمراض وأوبئة الحروب بسرعة كبيرة بين الجنود، كالطاعون والطيفوس والسل والشلل والجدري والسفلس والزهري، وكانت السبب في وفاة من جندي إلى 2 من كل 10 جنود بدون حق، وهذا بشهادة الدكتور العقيد توفيق سليم المسؤول عن الشؤون الطبية في قيادة الجيش الثالث العثماني. وهذه النسبة تعتبر خطيرة جدا حتى في مقاييس ذلك الزمان، وذلك لأن الإنسان بدون أي قيمة في المعايير التركية. وقد ورث الأتراك هذا المعتقد لكل الشعوب التي استعمروها، فصارت قياداتهم تعامل مواطنيها ضمن هذا المفهوم حتى اليوم. وتنطح السادة العلماء الأتراك بتحضير لقاحات لكافة الأمراض،
وإجراء التجارب على الأرمن على أساس أنهم جميعاً مجرمين ومحكومين بالموت. فبدأت الحملة على جنود الأرمن وعلى طلاب المدرسة العسكرية للأرمن، ولأن أعداد المتطوعين لم تعد كافية لتحقيق النصر الأمني الخارق لهذا المجال، طرحت ثمرة أحفاد الأعداد كونها المنتفعين الوحيدين من شراء سوقيات الأرمن على توريد متطوعين إجباريين لضمان عدم توقف التجارب المتعلقة بهذا الشأن الإنساني البحر. وتم تخصيص المشفى المركزي في مدينة أرزنجان للبحث العلمي الموسع ومتابعة أعمال الاكتشاف وإجراء التجارب على أوسع نطاق. وتم استخدام الأرمن كأرانب تجربة أيضا على أوسع نطاق، إن لكم لم يكن النطاق الأوحد. وفي الحقيقة فلقد كانت نتائج التجارب مذهلة، فمثلا وبأمر من بهاء الدين شاكير تم توزيع القليل من الطعام على نخبة مختارة من المهاجرين الأرمن، وطلب منهم الدعاء للجنة حاد الترقي والدعاء للسلطان، وتم تلويث هذا الطعام لجراثيم متنوعة، وتم انتظار نتائج يتم قيدها في سجلات البحث العلمي أصولا. ولم يفطن أحد من المرحلين أن وراء الأكمة ما وراءها، فأفلوا بأن الجوع فارغ، وكانت في نتيجة أن الجوع من الكفار أكلوا بسبب الجوع الكافر وماتوا جميعا كفار. وكان بهاء الدين شاكر هذا طبيبا تحت القصر وخريج الأكاديمية الطبية العسكرية في اسطنبول، ومنظم ومؤسس التشكيلات الخاصة والحاصل على لقب قصار طرابزون، وكان من مبتدعين هذه التجارب الطبية، وكان بتجاربه وسكاكين قصاريه الفضل في إخراج طرابزون من سكانها الأرمن، وكانوا الغالبية حيث تم إخلاءهم. وكانت التجارب المتعلقة بكل ما سبق وخاصة حقن الأرمن بالدم الملوث بالتيفوس تتم تحت الإشراف المباشر للبروفيسور حمدي أكنار الزيات، بروفيسور كلية الطب العليا في إسطنبول. وبالطبع لم يتم اكتشاف لقاحات ولا شيء من هذا القبيل لعدم الحاجة له. وبعد انتهاء الحرب أوصت المحكمة التركية المختصة التي شكلت بتوصية من الحلفاء النظر في جرائم الحرب التي ارتكبها قادة تركيا أثناء الحرب. بالحجر على الدكتور حمدي أكنار الزيات بسبب ما زعم أنه ما زعم أنه اختلال عقلي. وبالنسبة لي فأنا أميل إلى تصديق هذه المحكمة التي كان لها هدف واحد، وهو إنقاذ جميع المتهمين من أن يمسهم أدنى أذى أو عقوبة، وبالتالي إنقاذ الجميع حتى المحكومين بالموت. فأنا كما أسلفت أميل إلى تصديق هذه المحكمة، لأنه لا وجود لطبيب في العالم
يحمل شهادة طب وهو تحت القسم ويقوم بهكذا أعمال إلا من فقد عقله. وجاء في تقرير المحكمة أنه يعاني من اختلال عقلي شديد، وتم التحفظ عليه في إحدى المشافي العسكرية ليتم فيما بعد تهريبه إلى بيته. وحدث مثل هذا لكل قادة الاتحاد والترقي، حتى أولئك الذين تمت إدانتهم وحكموا بالإعدام أنه تم وضعهم في طراد بحري تعود ملكيته للحلفاء، ونقلوا إلى إحدى الجزر وتم إطلاق سراحهم هناك، فعاد كل واحد منهم إلى بيته عدا طلعت باشا وجمال باشا السفاح وأنور باشا والسلطان وحيد الدين وبهاء الدين شاكير، فلقد تم قتلهم على يد الفدائيين الأرمن. اليوم يعتبر حمدي الزيات مؤسس علم البكتيريولوجيا التركي، وتحول منزله إلى نصب ومتحف في إسطنبول. أما التجارب التي قام بها فلقد حصلت على موافقة المفتش الصحي العام للقوات العثمانية سليمان بيك نعمان، ووصلتني معلومة أن هذه التجارب أدت إلى احتجاج الأطباء الألمان العاملين في تركيا 1915، وأيضا احتجاج بضعة أطباء أتراك، وطبعا هذا مستبعد، وأن أحد الأطباء الأتراك هو جمال حيدر، والذي حضر شخصيا التجارب كتب عنها رسالة إلى وزير الداخلية عام 1918، حيث وصفها بالبربرية والجريمة بحق العلم. ومن المفيد هنا أن نشير إلى أنه في العام 1918 كان الذي ضرب قد ضرب والذي هرب قد هرب، ومهما كان وصف هذه التجارب فإن هذا الوصف معروف ولم يعد له قيمة في العام 1918. وجنود الحلفاء يستعرضون في ساحة تقسيم التركية في وسط إسطنبول، وقيل أنه تضامن مع الدكتور جمال حيدر الطبيب الرئيسي لمستشفى الهلال الأحمر في أرزنغان الدكتور صلاح الدين، متعهدا بمساعدة السلطات في البحث عن الجنات من الذين قاموا بتنظيم وإجراء التجارب، غير أن وزير الدفاع رفض هذه الاتهامات، ولكن الدكتور حيدر والدكتور صلاح الدين أصروا على شهادتهم. وأفاد الدكتور صلاح الدين أنه طبقت عليه ضغوطات شديدة لحمله على الصمت، ولكنه لم يصمت، وبسبب الفوضى السياسية في المرحلة الانتقالية من حكم الإمبراطورية الدستورية إلى حكم الجمهورية التركية، تمكن الجنات من تفادي العقوبة كما حدث لكل قيادات الاتحاد والترقي عدا الذين تولى الأرمن إعدامهم. أما الدكتور حمدي الزيات فلقد قام بنشر تجاربه الرائعة ونتائجها المذهلة التي قدمت سبق إنساني في علوم الأمراض واللقاحات، وتدين البشرية له في اكتشاف لقاحات لكل الأمراض وخاصة السرطان، ونال شهرة ومجد لم يسبقه إليها أحد من أطباء الغرب، خاصة وأنه أشار
إلى أن كافة تجاربه أجريت على مجرمين محكومين، حتى أولئك الأطفال والأجنة في بطون الأمهات والأمهات الحوامل. بنتائج التحقيقات التي قامت بها المحكمة العسكرية الاستثنائية في عام 1919، أصبح معلوما وقائع تسميم الأطفال الأرمن والحوامل الأرمنيات من قبل مسؤولي المصحات الطبية وبقيادة مدير دوائر وزارة الصحة في طرابزون الدكتور علي صائب، الذي اكتشف حل متميز لإجبار الأرمن على الخضوع للتجارب، وبعضها تجربة تناول أنواع فتاكة من السموم، بحيث أن من يرفض الخضوع للتجارب سيحمل في قارب ويرمى في البحر الأسود، أما من مر من تجربته وظل حيا دون أن يموت فلقد تم إجباره على شرب الماء فمات على الفور، لأن الماء كان يحوي جرعة قاتلة من المورفين، وكل ذلك كان لخدمة العلم ولخدمة البشرية على حد سواء. شهود أجانب وبعض الأطباء الأتراك شهدوا في المحاكمة أنه حصلت حوادث تسمم جماعية للأطفال الأرمن في المدارس في بدايات الإبادة ولم تعرف الأسباب. أما الدكتور علي صائب فقد استمر في عمله الإنساني الرائع، حيث استخدم حمامات البخار المتنقلة لقتل أطفال الأرمن بالبخار الحار لغرض التعقيم، وبسبب انتشار الأمراض التي تصيب فقط أطفال الأرمن دون أطفال الأكراد ولا الأتراك. أما الدكتور محمد رشيد محافظ ديار بكر فلقد أشاع أن هناك ميكروبات خطرة لا يحملها إلا الأرمن وهي معدية، وبالتالي يجب الإسراع في التخلص من الأرمن وحرق جثثهم أو دفنها على الفور. ولإثارة النعرة الدينية الطائفية في ديار بكر التي فيها عدد كبير من الأكراد وعدد أقل من الأتراك، تحدث محمود رشيد مع نخبة من أعيان ديار بكر وكلهم من الأكراد والأتراك الجهلة ليشرح نظريته، فقال: هذا ابتلاء من الله جل جلاله للأرمن دون غيرهم من الناس، لأن غيرهم مشمول بنعمة الإسلام، وأن الله قال في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله لا يبتلي خير أمة بالبلايا بل يبتلي أعداؤهم الكفار. والجدير بذكر أن محمد رشيد هذا يملك في قلبه حقد على الأرمن يفوق الحقد الموجود في قلوب كل الأتراك مجتمعين، وكان يشرف شخصيا على سوقيات الترحيل، وقد مر على سوقية طلب منه أحد المساقين فيها أن يسمح للناس الحصول على نعال لأن أرجلهم تتسلخ من المسير حفاة، فأجابه محمد رشيد: نعم نعم الحق معك، سأهديك أجمل حذاء. وطلب من الجنود أن يحملوا الأرمني إلى الحداد الذي يعمل في دق الحدوات في أرجل الخيول، فدق له حدوتان في قدميه، وكانت هذه الحادثة براءة اختراع سجلت باسم رشيد بيك، و
درجت فيما بعد. أما مأثرة رشيد بيك الثانية والتي سجلت باسمه أيضا، فلقد كان يستعذب صلب الأرمن على صورة صلب السيد المسيح، وانتقل هذا الاختراع عابرا مئات الكيلومترات حتى وصل إلى دير الزور حيث كان يتم صلب المئات من نساء الأرمن، حيث كان يتم دق المسامير في أيديهم وأرجلهم ويتم رفع الصليب بعد ذلك بالحبال ليغرز في التراب، في الوقت الذي كانت تضيع فيه أصوات الأطفال الذين ينتظرون نزول أمهاتهم وهم لا يقوون على إخراج صوت البكاء بسبب الضعف والهزال وشدة الجوع والعطش. وللتاريخ والحقيقة، فلقد ساعد أهل الدير الزور الجلادون الأتراك في كل الانتهاكات التي حدثت وزجوا كل الباقين في معسكرات الاعتقال، وجاءوا جميعا للفرجة واختيار السبايا، وعلم الشريف حسين بالذي يحدث، فغضب أشد الغضب وأصدر أحرف صدرت عن أم القرى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الديوان الهاشمي. من الحسين بن علي ملك البلاد العربية وشريف مكة وأميرها، إلى الأمراء الأجلاء الأماجد فيصل والأمير عبد العزيز الجربة، السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، صدرت الأحرف من أم القرى بتاريخ 18 رجب 1336: نحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم، ثم نصلي ونسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم، ونخبركم بأن والثناء له تبارك وتعالى بصحة ضافية وافية، أسبل الله علينا وإياكم سوابغ نعمه، وأن المرغوب بتحريره المحافظة على كل من تخلف بأطرافكم وجهاتكم وبين عشائركم من الطائفة اليعقوبية الأرمنية، تساعدوهم في كل أمورهم وتحافظون عليهم كما تحافظون على أنفسكم وأموالكم وأبنائكم، وتسهلون كل ما يحتاجون إليه في ظعنهم وإقامتهم، فإنهم أهل ذمة المسلمين. والذي قال فيهم صلوات الله عليه وسلامه: من أخذ عليهم عقال بعير كنت خصمه يوم القيامة. وهذا من أهم ما نكلفكم به وننتظره من شيمكم وهممكم، والله يتولانا وإياكم بتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين بن علي. وفي الختام، لابد من الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن مجمل هذه الممارسات التي اقترفها الأتراك بحق الأرمن بدون ذنب فعلي يتجاوز حد التكهنات والتوقعات، توحي بأن ما قامت الفاشية الألمانية به للقضاء على اليهود في عهد هتلر مستوحاة كلها من التجربة التركية في القضاء على الأرمن. وكان هتلر محقا عندما خاطب جنوده يحثهم على ارتكاب المجازر بلا رحمة ولا شفقة، بأن قال لهم: من هذا الذي يتحدث اليوم عن مجازر الأرمن؟ محقا ليس في تحريض جيشه على القيام بالمجازر، بل محقا في التكهن
بأن ضمير العالم ميت. كان محقا في نطق عبارة من هذا الذي يتحدث اليوم عن مجازر الأرمن. كان هتلر يعرف أن ضمير العالم ميت منذ العام 1940، أي بعد مرور 25 سنة على انقضاء مجزرة الأرمن. فكيف وقد انقضى على هذه المجزرة لغاية اليوم 102 سنة؟ الضمير مسألة ممكنة في العالم كله، أما الأرمن فهم يعتبرون أن المجزرة قد بدأت الآن. آرا سوفاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 14/9/2017. الصورة الأولى صورة الشريف الحسين بن علي، والرسالة المرسلة إلى جماعته في الشام والعراق، وفيها الختم ويحوي اسمه الصريح. وثيقة الشريف حسين التي اشترى بها أرواح من بقي من الأرمن. الصورة التي بعدها أنور باشا وزير الدفاع أنقذه بعض الجنود الأرمن من الأسر واعترف بذلك في مذكراته. طلعت باشا وزير الداخلية، الصورة التالية اجتماع للبرابرة ومعهم المفتي وبعض القيادات من السناجق. الصورة التالية صورة جمال باشا السفاح ومعه أنور باشا وزير الحربية الذي ذهب لمعركة ساري قاميش وهي في المرتفعات الأرمنية الجبلية الوعرة، ذهب بجنود لا يلبسون الثياب المناسب ولا يعرفون استعمال الزحافات التي لم ترسل لهم إلا في وقت متأخر، وكانت زحافات بدائية لا تنفع لشيء. الصورة التي بعدها نفس المجرمين جمال باشا وأنور بعربة تجرها الخيول. الصورة التالية الطبيب السفاح بهاء الدين شاكر. الصورة التالية أم وأطفالها قد ضمر صدرها وبانت العظام وأولادها كذلك. الصورة التالية صورة للقيصر ومعه السلطان العثماني وقت ذاك،
الصورة التالية المصروبات في صحراء دير الزور، والعرب يحملون الأطفال على دوابهم. الصورة التالية جمال باشا السفاح في المشرحة. انتهى الكتاب.